بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هشرح لكم حاله هول برين، ازاي نعمل الخطه العلاجيه بتاعتها. اخترت يعني الهول برين بحيث يبقى تكنيك بسيط وسهل. يعني الهول برين طبعا او البرين ميتس ده بيكون ميتس لحالات زي اللانج او البريست، فبيجي الميتس بتاعها في الغالب بيكون في البرين. يعني طبعا المريض يمكن يتعالج على اسبوعين، اللي هو 10 جلسات، بيكون الجرعه الموصوفه 30 جرية على 10، في الجلسه الواحده بياخد 3 جرية. ممكن يكون ياخد على اصبع واحد، التوتال دوز تكون 20 على 5 جلسات، في الجلسه الواحده 4 جرين. تمام. بعد ما نصور المريض والدكتور يرسم البي تي في والاورجان ات ريسك، نبتدي بقى نعمل الخطه العلاجيه بتاعتنا. اول حاجه ان احنا ننزل الكورس اللي المريض هيتعالج عليه، هنسميه مثلا كورس رقم 2 مثلا، وبعدين نعمل نيكست. هينزل لنا البلان، الاي دي بتاع البلان. في الاي دي بتاع البلان بتنزل لنا ايه؟ دوز بالفراكشن، نحط 3، انا اعالج على 10 جلسات، يبقى التوتال اوتوماتيك انزل 30 جراي. طيب هنختار البلان تارجت بتاعنا اللي هو البي تي في بتاعنا، نعمل نيكست، نعمل نيو ريفرنس بوينت. النيو ريفرنس بوينت دي بيكون نفس الدوز الموصوفة للمريض، يعني هنحط 30 في الديلي، يعني هياخد في اليوم الواحد كام جراي؟ 3 سيشن، يعني في الجلسة الواحدة برضه هياخد. يعني في الغالب ممكن في ناس بتعالجوا جلستين في اليوم، لكن احنا هو جلسة واحدة في اليوم، فاحنا بنحط دي 3 وبنعمل ايه؟ اوكي تمام. نعمل نيكست، نختار الجهاز، وبعدين نختار البيشنت بوزيشن دورينج تريتمنت، فاحنا بنختار هيد فيرست سباين، نيكست. هينزل لنا الفيلد بتاعنا، نختار التولرنس الترابيزة بتاعتنا. تمام. نختار الانرجي، انا عامل الديفولت بتاع الانرجي عندي 6، والديفولت بتاع الديزريت 600. تمام. ننزل لنا هنا الفيلد بتاعنا، خلاص تمام. ننزل لنا الفيلد، ننزل هنا ده البي تي في بتاعنا. طبعا احنا في الهول برين احنا بندي ايه؟ لاترالات، يعني لاترال 90 ولاترال 290. هدي لاترال 90، ونسمي الفيلد ده ليفت، ليت. تمام. ننزل الام ال سي بتاعتنا، خلاص احنا نزلنا الفيلد، يبقى نعمل نيو ام ال سي. وبعد ما ننزل نيو ام ال سي نعمل فيت ستراكشر. بس قبل ما نعمل فيت ستراكشر احنا شايفين هنا الاكس والواي والزد، فاحنا انت شايفين الارقام متقاربه، يعني انا عايز اخلي الحاله دي زيرو، يعني لما المريض يتحط على الجهاز ما يكونش فيه شفتات. ف يعني ال 1.46 ده رقم قريب، ممكن نخليه صفر زيرو لان هكون جوه البي تي في، والزد ده نخليه زيرو، فكده الحاله زيرو، يعني المريض هيتحط على الريفرنس اللي اتصور عليها في السي تي. تمام. بقى نرجع بقى للام ال سي، نعمل فيت ستراكشر، نحط المارجن بتاعنا 0.5 سنتي. تمام. كده الام ال سي اتعمل له فيت للبي تي في بتاعنا. انا هنا عامل مارك على اللينسات، لان اللينسات تقريبا هي اهم حاجه بالنسبه لي عشان اقدر احافظ عليها. يعني فانا بقفل بالام ال سي، يعني بحيث يعني ما اقفلش على البي تي في، بس يعني في نفس الوقت اكون عشان الترانسميشن، وممكن اقفل بالجو شويه كده بحيث نقلل الترانسميشن اللي من خلال الام ال سي. حتى لو انت مقفل من خلال الام ال سي، انت برضو ايه عايز تتاكد. تمام. نيجي بقى نعمل اوبوزيت فيلد، نيو اوبوزيت فيلد، ماشي، ونسمي ده برضو رايت ليت، هيكون هو هينزل 270 درجة. تمام. نيجي هنا برضو على الامل سي، نعمل فيت ستراكشر. تمام. لا احنا هنا هنسينا نحط المارجن 0.5 سنتي. تمام. وبرضو هنا نقفل على الامل سي. تمام. تمام. طول كل الامور تمام كده، ايه خلاص كده نعمل كالكوليشن.
ماشي. هنا طلع لي الدوز ماكسيمم 220، لان احنا عندنا في الدين تمام. فاحنا نعمل نورماليزيشن. انا في الغالب في الهول برين بستخدم الاوبشن ده، يعني اللي هي اول 99 تقريبا من الدوز كفر، 98 من الفوليوم ابلاي تمام. فطلع لنا الهوت سبوت نزلت من 220 تقريبا 111 خلاص. طب احنا عايزين ننزل الهوت سبوت دي تمام، احنا على الاقل لازم نكون تحت 107. احنا ممكن نعمل او 108 تمام في الاول خلاص. احنا عايزين ننزل ال 108 دي الموجودة عندنا. هنشوف هي نختار الفيلد المناسب اللي احنا نقدر نشتغل عليه تمام. هنا مثلا في الرايت ممكن نعمل فيلد انفيلد تمام. ممكن ترسم بالقلم من خلال الاوبشن ده، ممكن انا بحب اعملها مانوال يعني بالنسبة لي افضل يعني. يعني بتحكم فيها اكتر يعني من القلم، يعني بحس هي ممكن تاخد وقت شوية بس انا يعني بستريح في الاوبشن ده يعني. بس بعد ما اتاكدت ان احنا قفلنا على الهوت سبوت اللي عندنا، ممكن بص كده ما فيش اي هوت سبوت عندنا غطيناه بالفيلد السب فيلد اللي احنا عملناه، نعمل كالكوليشن وبعدين نبتدي نزود الوينج او الويت بتاع الفيلد السب، ولما نزود هيقلل من المين فيلد اللي احنا خدنا اللي هو طالع منه. هتلاحظوا هنا كل ما انا بزود كل ما الهوت سبوت هنا بتقل، وهنا الهوت سبوت بتاعتنا التوتال هنا الدي ماكس هنا بتقل تمام. خلاص وصلنا تقريبا لل 180. ممكن تروح شادد تسحب الام ال سي دي كده كمان وتعمل كالكوليشن تاني. تمام احنا وصلت ل 108.2، ممكن نخلي دي 98 وازود دي كده مثلا 0.8 او ممكن نخلي دي 0.9 تمام. نيجي هنا على ايزوتوس ديفن، نخلي الوايتس بتاعت ال 95 الايزودوس بتاعتنا 95. انا عايز اخلي الوايت بتاعها تخين شويه بس عشان اشوف هي مغطيه قد ايه تمام. ولو جينا هنا البي تي في تقريبا يعني ال 95% مغطيه البي تي في كله يعني. طيب ال 105 عندنا هنا في هوت سبوت 105 جوه البي تي في، ممكن نقلل من خلال النورماليزيشن يعني نخلي دي مثلا 200.1 نخليها 200 تمام.
واحنا نزلنا الكلينيكال جول بتاعتنا. تقريبا 90 من البي تي في وصل له 99.9 من الدوز، يعني تقريبا 190 وصلوا 100% من الدوز. 95 وصل لها 99.1، الدي ميكس بتاعتنا 106. نيجي للينس الدي ماكس 0.4 للليفت ورايت، تمام. يعني اعتقد هي في الكريتيريا، بس يعني احنا برضو خلي بالك الدوز بتاعتنا هايبو فراكشنيشن، يعني فلو احنا حسبنا الايكويفالنت البيولوجيكال افكتيف دوز احنا 3 في 10 تقريبا ب 60 جراي، اللي هي الايكويفالنت ل 2 في 18. فلو بصينا للنس برضو وصل لها تقريبا 5 جراي، فهي برضو في التولرنس اللي هي تحت 7 جراي يعني، تمام. ولو عايزين نقلل ال 105 كمان برضو من خلال النورماليزيشن، يعني ممكن نزود في النورماليزيشن شوية. يعني اعتقد كده البلان بتاعنا اكسبت يعني، تمام. وكده ممكن الدكتور يعمل اكسبت للبلان بتاعنا. ماشي، شكرا لحضراتكم.